كاس العالم كانت بتتلعب كل سنه بمشاركه 7 انديه، هل تغيير النظام وهتبقى ب 32 نادي كل 4 سنين والنسخه اللي جايه في امريكا والسنه دي بنظام مختلف، شايفين كل قاره بتستقبل المباراه على ارضها حسب التصنيف، ده افضل ولا كان النظام المجمع 7 انديه في مكان واحد؟ هو ده يعني سبع انديه في مكان واحد، ده يعني على مستوى البعيد هو ما بيضرش بالفرقه وما بيحطش ضغوط على الفرقه، اللي انت عارف النادي الاهلي بيشارك في 5 بطولات ودي هتبقى البطوله السادسه، فده يبقى حمل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده بيملك النادي الاهلي او تحقيق لكل البطولات هو سر موجود عند النادي الاهلي ودايما شغال عليه، هو سكواد الفريق. سكواد الفريق ان انت بتتكلم الاحتياطي زي الاساسي ومفيش اساسي وفي احتياطي، في عندك 30 لاعب او 25 لاعب على مستوى المسؤوليه او على قد المسؤوليه، لاعب بيغيب ما بتحسش ان الاداء بيتاثر لان في كل مركز في 2 3 لعيبه، وده دايما اللي النادي الاهلي شغال عليه وده دايما لجنه التخطيط شغاله عليه، ان انت ازاي بوفر في كل مركز 2 3 لعيبه، لان المشاركات حجم المشاركات على مستوى لو هتشارك في 6 بطولات محتاجه كواليتي لعيبه عالي جدا، محتاجه لعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب، وده اللي شافه مستر كولر مع النادي الاهلي ان دايما تلاحم البطولات والدافع الكبير جدا اللي عند جماهير النادي الاهلي هو دايما اللعيبه اللي علت سقف طموح جماهير النادي الاهلي، مع خساره بطوله تلاقي الدنيا قامت ما عادتش، لكن تحقيق البطوله هو الهدف اللي في الاول وفي الاخر. طيب بعين المدير الفني نلعب بنفس تشكيل ماتش الزمالك ولا المباراه بتتطلب شكل مختلف؟ انا بفضل وهقول لك ليه، انا بفضل نفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش الزمالك، لان انا بشوف ان انسب تشكيل ان انت تحقق المكسب مع طريقه مستر كولر، ان هو دايما ما بيرهبش اي فرقه، دايما بينزل يفرض اسلوب لعبه، دايما مهم جدا على اللعيبه حالتها يوم المباراه، المهم جدا ان انت عندك، انا بشوف سعيد لو انت هتلعب اي فرقه في العالم بس لعيبه النادي الاهلي لو في حالتها عادي وارد ان انت تكسب المباراه، عشان كده مهم جدا على مفاتيح لعب النادي الاهلي تبقى فايقه تبقى في حالتها واللعيبه تبقى مدركه ده بشكل كبير جدا، انت بتتكلم في فريق عنده 7 او 8 مفاتيح لعب، ده من اهم 7 او 8 مفاتيح لعب في افريقيا، فعشان كده دي حاجات مهمه، اعتقد ان الراجل هيلعب بنفس التوازن في التشكيل وده التشكيل الانسب ان هو يبدا بيه.